هل هذه الأعطية ينبغي أن تسمى جزية؟ نحن متعبدون بهذه الكلمة، لا أبدا نهائيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النصارى تغلب قالوا لسيدنا عمر: أنتم تأخذون منا هذا المبلغ وهذا حق، لكن لا تسموه جزية، نعم اعتبروه صدقة كالصدقة التي تأخذونها من المسلمين. فقال له عمر: ولكن لا يجوز لنا أن نلزمكم بالصدقة، لا يجوز لنا أن نلزم غير المسلمين بحكم نعم التزم به المسلمون. فقال: ولكننا نعطيكم طوعا، بل نعطيكم القدر الذي تعطونه تأخذونه من المسلمين. أم تأخذوا منا خمس ما تأخذونه من المسلمين؟ نحن يا سيدي نعطيكم أد منه. نعم. سيدنا عمر استشار مجلس الشورى، كلهم قالوا ليكن، نحن لسنا متعبدين بكلمة جزية. هنالك مبلغ من المال ينبغي أن يكون موجودا في حوزة الدولة لتنهض الدولة بمسؤولياتها تجاه هؤلاء المواطنين، تغني فقراءهم، تحقق حاجاتهم، طرقهم، بيوتهم، ظروفهم المعيشية كلها هي المسؤولة عنهم، سمي ذلك ما شئت. فاتفقوا على أنها تسمى صدقة. إذن كلمة جزية ليست كلمة متعبدا بها، ليست جزءا من حكم إسلامي. دائما الكلمات والألقاب لست متعبدا بها بشكل من الأشكال، بوسعك أن تغير منها في المعاملة في التعامل ما شئت. طيب، هل أنا بحاجة إلى أن أعود فأحدثكم عن اهتمام الشارع بأهل الذمة وتوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بإكرامهم ورعايتهم وأن تكون العلاقة معهم علاقة الند؟ أظن لسنا بحاجة، لأننا تحدثنا عن ذلك بمناسبات في الحلقة الماضية والتي قبلها. لكن هنالك شيء، هذا ما أريد أن أقف عنده وينبغي أن نتبينه جيدا. هنالك كلمة اليوم تشيع ما كانت موجودة، كلمة التسامح. بعض المسلمين يشيعون هذه الكلمة ويظنون أنهم بذلك يعني ينصفون أهل الكتاب. هذا شيء في عصرنا، أن الشريعة الإسلامية نعم تأمر بالتسامح مع الكتابيين، شريعة التسامح مع الكتابيين، في عند من أحكام كلها تدل على تسامح الشريعة الإسلامية مع الكتابيين. نعم، هذه الكلمة خطأ وهي جارحة. هذه الكلمة لا تنصف الإسلام ولا تكرم أهل الذمة، لا تنصف الإسلام ولا تكرم أهل الذمة. يعني أنا عندما أقول الشريعة الإسلامية والله يعني شرعت أحكام جديدة في كلها تدل على التسامح مع أهل الذمة، كلمة التسامح تعني غض النظر عن الحق الذي يستحقه طرف لحساب طرف آخر، هذا معنى التسامح. فأن تقول مثلا العلاقة بيني وبين فلان والله هي تقتضي كذا، لكن آثرنا التسامح، يعني ما معنى آثرنا التسامح؟ أي أن طرفا من الطرفين أغضى عن حقه لحساب الطرف الآخر. إذن الطرف الذي يلجأ إلى التسامح ظالم، والطرف عفوا مظلوم، والطرف الآخر أصبح ظالم سواء كان هو الذي يفعل أم لا. لذلك هذه العبارة لا تنصف الإسلام. الذي ينصف الإسلام أن تقول العدالة، العدالة. يعني الشريعة الإسلامية عندما حققت ما حققته من الأحكام أوامر نواهي
راعت في ذلك العدالة دون النظر إلى أولوية جماعة على جماعة. لما بنقول في أولوية جماعة على جماعة ساعتها كلمة التسامح تأتي، يلا خلينا نتسامح معلش هدول الجماعة نسامحهم معلش، يعني معناتها الحق معنا لكن احنا أغضينا الطرف عنه. فأنت في هذا أسأت إلى الإسلام لأنك أحللت كلمة التسامح مع كلمة العدل، مع كلمة العدل. كذلك هذه الكلمة لا تنصف أهل الكتاب لأنك بهذا تجرحهم. أنت تدخل إلى روع أهل الكتاب أن الإسلام شريعة التسامح تأمر المسلمين بأن يكونوا متسامحين مع أهل الكتاب، يغضون النظر عنهم، يتسامحون في حق، يعني معنى ذلك أنهم يسيئون إلينا وأنهم كذا، لكن الشريعة الإسلامية والله يلا معلش معلش من غض النظر عنكم، يلا معلش ما بنحاسبكم، ما بنكلفكم، ما بنعاقبكم، سامحناكم. لا يا عمي لا تسامحني، إذا في لك عندي حق تعال خده. الكريم على نفسي هكذا يقول، إذا كان لك علي عندي حق خذه، لا تقول أنا سامحتك. كلمة التسامح مع الأسف اليوم تشيع وتذاع، ما كانت موجودة في صدر الإسلام أبدا. وإنما هذا غير رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا معنى ثاني. نعم بين الطرفين أن يكون هذا شيء جيد، لكن أن أقول ينبغي أن تكون علاقتي علاقة المسامحة وغض النظر بالنسبة لأهل الكتاب، هذا فيه إساءة إليهم، ومن حقهم أن يقولوا لا لا تجي تتمنن علي يا عمي، لا تجي تتمنى علي، إذا في لك حق خده، ما في لك حق خلاص لا تجي تقول لي أنه أنا أكرمتك وسامحتك وإلى آخره. الشريعة الإسلامية وضعت ميزانا ما بين المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بالذمة والجزية، ألا وهو ميزان العدالة ولا شيء آخر غير العدالة. طيب هذا الكلام أظن استوعبناه تماما وأجبنا عن كل ما قد يرد من الذيول على موضوع الجزية وموضوع الذمة. بقي أن نجيب عن سؤال القائل، ما موقف العالم الإسلامي اليوم من هذا الذي يقال باب الذمة، باب أهل الذمة؟ نعم، هل هنالك ثغرة فقهية يعاني منها المسلمون بسبب عدم تطبيقهم للأحكام التي ذكرناها والتي كانت مطبقة في صدر الإسلام؟ سنجيب عن هذا إن شاء الله في الحلقة الآتية إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا، لكل من يعني أراد أن يسأل المجال واسع بإذن الله ضمن حدود ما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، من المقرر في بعض المذاهب الفقهية أن الجزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب ومن المجوس لقول النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فلو أن الجيش الإسلامي خرج لنشر الدعوة الإسلامية ودخل إلى بلد سكانها ليسوا بكتابيين وليسوا بمجوس، وهؤلاء لم يمانعوا الجيش الإسلامي في نشر دعوته، لم يمانعوا، فما هو الموقف الذي يتخذه منهم الجيش الإسلامي؟ يتركهم لا يأخذ منهم جزية أم يقاتلهم حتى يسلموا؟ لا لا، شوف، إذا الأمر كما تتصور دخل فئة من المسلمين، ولن يدخلوا إلا دعاة، لأنه بوابة الجهاد كل أنواعه دعوة، دخلوا دعاة إلى الله معرفين بدين الله ولم يمنعوا ولم يقاتلوا، يرجعون كما دخلوا، إن استجابوا تركوهم وأرضهم وأموالهم كما قال ربعي بن عامر، وإن لم يستجيبوا لكن منعوهم هنالك يبدأ القتال.
إن استطاعوا، لكن ما منعوا، تفضلوا ادعوا. لكن الدعاة وجدوا قلوبا مغلقة ولم يجدوا استجابة، يرجعون كما دخلوا، ما في شيء، لا جزية ولا شيء. إذا ما قاله الفقهاء أن هؤلاء ليس لهم إلا الإسلام أو السيف، مين قال يا أخي ليس لهم إلا؟ هات لشوف، واحد قال أن الكافرين الوثنيين، اسمهم وثنيين، من قال أن هؤلاء ليس لهم إلا الإسلام أو السيف؟ ما في إلا أحد رأيين للإمام الشافعي ذكرته، الإمام مالك، الإمام أحمد وأصحابه طبعا، الإمام أبو حنيفة، وأحد رأيين لمن؟ للشافعي، أن الجهاد القتالي إنما هو لدرء الحرابة. فلا يتأتى أن أقول أنا جئت، إما أن تدخل الإسلام وإما أن تقتل، لا يتأتى، هذا كلام الجمهور كله عن خلاف ذلك. ولعل الإمام الشافعي كان هذا الرأي الثاني هو الرأي الأخير في حياته، نعم، لأنه دافع عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس، قال ليس القتل من القتال بسبيل، هو يعني أنني أمرت أن نعم أواجه مقاتلة هؤلاء الناس بمثله، نعم. إذن أعود فأقول لك، ما في أحد من جمهور الفقهاء قال بأن موقفنا من الوثنيين أو الملاحدة هو الإسلام أو السيف. قبيلة خزاعة شو كانوا؟ وثنيين، كانت قبيلة خزاعة كلها وثنيين، والنبي عليه الصلاة والسلام دافع عنهم. توجه إلى مكة فاتحا كلها مشان خاطر الدفاع عن قبيلة خزاعة، لأن المشركين من أهل قريش بيتوا خزاعة بليل، وهذا خلاف كتاب الصلح اللي كان فيه صلح الحديبية، ومفهوم. تفضل. السلام عليكم سيدي. السلام. أنا سمعت من يقول يعني إيش هالدعوة هذه، إذا كنتم تدخلون البلدان وأنتم حاملين للسلاح ثم تقولون نحن ندخل بالدعوة، إن لم يستجيبوا نطلب الجزية وأنتم تحملون السلاح، كيف يعني هذه دعوة؟ والله ما أظن، يعني هدول اللي بيحكوا يعني أكثر دهاء من أن يسألوا مثل هذه الأسئلة السطحية، حاملين السلاح، واحد طالع من بلده إلى آخر معمر الله، ما بيخاف من عداوة؟ ما بيخاف من قطاع طريق؟ ما بيخاف من أنه هدول اللي يدعون الإسلام كت ما تحكي، ما تدعو يا أخي؟ أنا أدعو ولا أقاتل، لا لا أبدا، يلا في هذه الحالة نقاتل. هني بيعرفوا، ما راح يسألوا هيك أسئلة سطحية، لا إلك شيء سؤال أعمق من هيك. على لسانه هذا سمعته سيدي. رحيم. في بعض مراحل التاريخ الإسلامي المتقدم كثيرا في العصر الأموي، في بداية العصر الأموي، تحولت قضية الجزية إلى قضية جباية للأموال من غير المسلمين، وبولغ كثيرا في هذه الجباية، حتى أن الناس منعوا من أن يدخلوا الإسلام لكي لا تسقط عنهم الجزية، حتى جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز بعث له رسالة، والي سمرقند على ما أظن، قال له إننا إذا قبلنا دخول هؤلاء إلى الإسلام فإن الجزية سوف تقل أو فإن الأموال سوف تقل، فقال دع الناس يسلموا. والله يا أخي أنا ما رأيت هذا المشهد التاريخي العجيب، وأنا قرأت تاريخ الأموي وتاريخ العباسي وما قبل سيدنا عمر بن عبد العزيز وما بعد سيدنا عمر، ولم أقف في مرجع، وخير المراجع التاريخية بالمناسبة هو بداية والنهاية لابن كثير، ابن كثير محدث نقاد، نعم، قرأت ما وجدت أن واليا من ولاتي عمر ابن عبد العزيز منع أناسا من الدخول في الإسلام، إذن لكفر هذا الإنسان. نحن بحاجة إلى أن نحقق وندقق في هذا الموضوع. على كل إن صح هذا، طبعا هذا التصرف خارج عن الإسلام، ونحن لا نتحدث عن التصرفات الخارج عن الإسلام، نقوم التصرفات الإسلامية.